إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا ولا يضنون عن مولى بفضلهم ولا يصيبهم في مطمع طبعوا لا يجهلون وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسعوا أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يهديهم الطمع كم من صديق لهم نالوا كرامته ومن عدو عليهم جاهد جدعوا أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا إن قال سيروا أجد السير جهدهم أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع أهدى لهم مدحي قلب يؤازره فيما يحب لسان حائق صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا.